بسم الله الرحمن الرحيم، وخير الصلاة وأفضل التسليم على أشرف المرسلين. ما زلت معكم تلامذة الأخيار على نفس العهد والوعد بتقديم درس جديد يغني المحتوى الرقمي في صبحية متجددة عطرة ليوم الاثنين 9 شوال 41400 هجرية الموافق لفاتح يونيو 2020 ميلادية. هذه الصبحية العطرة تحمل في جعبتها تقديم الدرس 47 والذي يهم مكون الشكل والتطبيقات في موضوعه تصحيح أنشطة الدعم والتثبيت العام. ولهذا الدرس مبتغى يرجى من التلميذ والتلميذة أن يكتسباه عند منتهى الدرس، ألا وهو تصحيح الدعم والتثبيت لحصيلة المكتسبات المتعلقة بدروس السنة الدراسية. إذن تلامذة الأخيار، هلموا بفتح دفاتركم وواكبوا معي تصحيح ضبط النص من حيث الشكل. إذن سأبدأ بقراءة النص وأنتم تتابعون معي وتصححون مباشرة. العنوان: قيمة الغذاء عند الرياضي، تضعيف في آخر كلمة الرياضي لأنها ياء النسبة. أصبحت الحاجة ماسة للاعتناء بالغذاء بالنسبة إلى الذي يمارس الرياضة. فالحاجة جاءت مرفوعة لأنها اسم أصبح، ماسة منصوبة لأنها خبر أصبح، الاعتناء اسم مجرور، بالغذاء كذلك اسم مجرور، بالنسبة أيضا اسم مجرور، ورياضة هنا مفعول به منصوب. فقد ثبت عن طريق التجربة أن احتواء وجبات الغذاء التي تسبق التداريب، التضعيف فوق التاء، رياضية، التضعيف فوق الياء. إذا هنا طريق جاءت مجرور لأن اسم مجرور وهو مضاف، تجربة مجرورة بالكسرة لأنها مضاف إليه، احتواء منصوبة لأن اسم أن وهو مضاف، وجبات مجرورة مضاف إليه وهو مضاف، والغذاء مجرورة بالكسرة أيضا مضاف إليه، التداريب مفعول به منصوب بالفتحة، والرياضية النعت تابع لمنصوب. على نسبة من الدهون والسكريات والبروتينات قد أدى إلى تحسين النتائج. إذا النسبة هنا مجرورة بالكسرة لأنها اسم مجرور، الدهون أيضا مجرور بالكسرة لأنه اسم مجرور، وهنا العطف لمطلق الجمع، السكريات اسم معطوف تابع لمجرور، وأيضا واو العطف لمطلق الجمع، والبروتينات اسم معطوف تابع لمجرور. تحسين جاءت مجرور لأن اسم مجرور وهو مضاف، والنتائج مجرورة لأنها ماذا؟ مضاف إليه. الفقرة الثانية: فمن الضروري، تضعيف فوق الياء لأنها قلنا اسم منسوب، إذن أن يعرف الرياضيون، تضعيف فوق الياء، والمدربون، تضعيف فوق الراء، أي تضعيف فوق الياء، الأطعمة أفضل من غيرها. إذن ضروريون مجرورة لأن اسم مجرور، رياضيون هنا طبعا فعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، مدربون اسم طبعا معطوف، أي الأطعمة أفضل من غيره، أفضل هنا طبعا منصوبة، نعم، وأي هنا مفعول به لفعل يعرف، والأطعمة التي يتناولها الرياضي بغية الحصول على الطاقة اللازمة للعضلات. فهنا الأطعمة جاءت مجرورة لأنها معطوفة على أي الأطعمة، يتناولها الرياضي مرفوعة لأنه فاعل مؤخر، الحصول مضاف إليه مجرور، الطاقة اسم مجرور، اللازمة نعت تابع لمجرور، وللعضلات أيضا اسم مجرور. وكيف يمكن تنظيم وجبات طعام
إذن تنظيمه هنا فاعل مرفوع وهو مضاف، وجباتي نعم مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة وهو مضاف، والطعام مضاف إليه، تنظيم فاعل ليس مضافا، بحيث تعطي السعرات الحرارية تضعي فوق الياء المطلوبات. إذن أعيد، بحيث تعطي السعرات الحرارية المطلوبة. إذن السعرات هنا هي منصوبة في الأصل لأنها جمع مؤنث سالم مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. حرارية هنا نعت تابع لمنصوب، والمطلوبة أيضا نعت تابع لمنصوب، بحيث وضف مكان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية. إذن والمؤثرة تضعي فوق الثاء في الجسم كله، وطبعا مؤثرة هنا معطوفة على المطلوبة، والحرارية منصوبة في الجسم اسم مجرور، كله توكيد تابع لمجرور، قبيل ممارسة أي نشاط رياضي. قبيل هنا تصغير لقبل وهو ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ومضاف، ممارسة مضاف إليه، ورياضي لابد من إضافة النسب لأنه اسم منصوب. إذن هذا ما يخص تصحيح شكل النص. نصحح الآن مكون القراءة. السؤال الأول أشرحه. إذن ماسة الجملة، أنا أبحث عن الجملة، أصبحت الحاجة ماسة للاعتناء بالغذاء بالنسبة الذي يمارس رياضة من الرياضات. فماسة هنا تعني مهمة، ملحة، لازمة، جمع لوازم. الجملة والأطعمة التي يتناولها الرياضي لأجل الحصول على الطاقة اللازمة للعضلات. إذا جمع لوازم الضرورية أو الأساسية. السؤال ب، أحيط الضد المناسب لكل مفردة مما يلي. الاعتناء ضدها طبعا الإهمال، احتواء ضدها ماذا افتقار، وتعطي ما ضدها تأخذ. سؤال الفهم، سؤال ج، ما نوع الأطعمة التي ينبغي أن يعرفها الرياضيون؟ إذا الأطعمة التي ينبغي أن يعرفها الرياضيون يجب أن تحتوي على نسبة من الدهون والسكريات والبروتينات. لما يهتم المدربون بطعام الرياضيين؟ يهتم الرياضيون بطعام الرياضيين للحصول على الطاقة اللازمة للعضلات. محور التراكيب، في سؤال الأول أستخرج من النص المطلوب حسب الجدول التالي مع الشكل. إذا المطلوب أن تستخرج جملتين منسوختين، إحداهما بناسخ فعلي والأخرى بناسخ حرفي. فالجملة المنسوخة بناسخ فعلي أصبحت الحاجة ماسة، إذا الناسخ وأصبح، نوعه فعلي، اسمه الحاجة، خبره ماسة. إذا هنا نوع الخبر ما هو؟ مفرد، لأنه كلمة واحدة منصوبة. أن احتواء إلى غير الجملة كاملة، نعم سأبحث عن هذه الجملة. نعم، فقد ثبت عن طريق التجربة أن احتواء وجبات الغداء التي تسبق التدريب الرياضية على نسبة من الدهون والسكريات والبروتينات قد أدى إلى تحسين النتائج. إذن الجملة هي كما قرأت أنا، الناسخ أن، نوع حرفي، اسمه احتواء، وخبره قد أدى إلى تحسين النتائج، وهنا جملة فعلية وقد تعرب حرف تحقيق لأنها جاءت قبل فعل ماض. فيما يهم إعراب ما تحته خط إعرابا تاما، رياضية الجملة، فقد ثبت عن طريق التجربة أن احتواء وجبات الغداء التي تسبق تداريب الرياضية، فهنا نعت حقيقي تابع لمنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. رياضيون، فمن الضروري إذن أن يعرف رياضيون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع المذكر سالم. سعرات، بحيث تعطي السعرات الحرارية المطلوبة.
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث سالم. وأخيرا بغية مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. مكون الصرف التحويل. في سؤالي الأول أبحث في النص عن اسم ممدود الغداء، اسم منسوب رياضي، رياضية، الحرارية، الضرورية، أما اسم التفضيل فأفضل. السؤال الثاني أصنف الأفعال الآتية إلى صحيحة أو معتلة ثم أبين نوعها. يمارس وفعل صحيح، نوعه سالم. طبعا بعد تحويل الماضي يصبح الفعل مارس، ثم نجرده من حرف الزيادة الذي هو الألف فتصبح مارس، إذن هو فعل صحيح سالم. أدى معتل ناقص. يمكن صحيح سالم نحول الماضي أمكن نحذف الهمزة لأن من حروف الزيادة، ويصبح المجرد هو ما كان صحيح سالم. سؤال آخر أحول الجملة الآتية حسب المطلوب مع الشكل: أصبحت الحاجة ماسة للاعتناء بالغذاء بالنسبة للذي يمارس الرياضة. نحول الجمع المؤنث الغائب لأن الجملة محولة في المفرد الغائب الذي هو، إذن هنا أصبحت الحاجة ماسة للاعتناء بالغذاء بالنسبة للواتي أو اللائي، لواتي أو اللائي يمارسن الرياضة. أما مكون الإملاء فيتعلق بتكملة الفراغ بابنو أو بنو بدون ألف، إذن أبنو الجارئات، إذن هنا أداة استفهام الهمزة فابنو نحذف ألفها. ابن مالك من رواة الحديث العظام، تثبت ألف ابن لأنها جاءت في أول الكلام. حاتم ابن خالتي، أيضا تثبت هاته الألف. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته إلى نهاية الحصة، فيرجى منكم تلامذة الأخيار أن تحرصوا على إنجاز أنشطة الدعم إنجازا مركزا ومنظما حتى تعم الفائدة أكثر، وتصححون هذه الأنشطة تصحيحا أيضا منظما ومركزا. وهذا فما كان من خطأ أو نسيان أو سهو فمن نفسي ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، واستودعكم الله الذي لا تضيء ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.